يعني قاعدين ندلل في الموظفين الدلل وندير بالنا عليهم ونخليهم ياخذوا الشغل على الدور يشتغلوه وبنعطيهم ونوصل لهم الشغل باب الدور وحوافز ومش عارف ايش وبرضه مش مجهزين لنا الشغل. بعدين مع هالقصة هادي لا اله الا الله. منجد 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 الو. اهلين اهلين عليكم السلام يا اختي. منجد موجود؟ نعم ماشي ماشي ماشي. لا 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 خلاص خلاص شكرا 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 شكرا. وجالي كسر ايديا يا جميل هتجالي شوية اجلي انا مين شوية بس خلص الشوكة شوية شوية. انا مركن عليك ومركن عزلام وراي بيشتغلوا. ابو يحيى قالوا تعال تفضل تفضل. يعني مزبوط الكلام؟ اي والله لا خرب بيتك. اي والله لا خرب. شو هذا؟ شو مكيف حالك؟ تفضل فوت فوت جوا بنتفاهم. افوت؟ تفضل تفضل نتفاهم جوا. فوت 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 عم ابو يحيى فوت. انا مركن عزلام مركن عزلام انا هذا هو. سمعت بس عشان كنت اجلي في الطنجره. انا مركن عزلام مركن عزلام انا بدي الطم على حالي. اهلا وسهلا ابو يحيى اهلا وسهلا تفضل اقعد تفضل. لا اهلا ولا سهلا. شو يا منجد؟ انا مركن على زلام رايي وبعطيك الشغل تشتغلوا في الدار يعني عشان موضوع كورونا ما كورونا نقلنا لكم الشغل ومعاشك ماشي ماشي. اصرف معاشات يا ابو يحيى للموظفين وقاعد بتجلي. انا بصرف لك معاشات عشانك تجلي. احكي معاي هوني هوني احكي معاي هذا هو اللي صار. روق ابو يحيى كلك هادي. ما هو لازم اروق. خذ لك حبه بطاطا ايه بن عنب روق. بعدين وانا لمين بصرف معاشات عشان تجلي؟ وين الشغل يحيى. وين الشغل لما اعطيك اياه جاهزيه؟ الناس مستنوا قاعدين في الشغل. طول بالك علي دقيقتين بس واجيك بالنسبه للشغل. طب وين الشغل؟ كل 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 هذا قبل ما انا راجع. كل هذا قبل ما انا راجع. انا جاي انا جاي. لو انا مركن انا مركن في عندي موظفين بيشتغلوا ومفكر حالي انا ان الشغل بيجهز قاعد وقاعد بجلي اخينا. اه يا حبيبي. وهاي هادي مرحلة. طيب ممتاز. وهاي هادي مرحلة وجاهزة. وهادي جاهزة مرحلة. الشغل كله جاهز ابو يحيى. جهز ورق الضريبة. كل شيء جاهز. هاي الضريبة هاي ورق الضريبة جاهزي. يا ابن الحلال أرتف أوعيي أرتف حالي. طب الشغل هيو جاهز ليش ما حكيت معي إنه جاهز أو حتى بعت لي إياهم مع عبده أو مع الشوفير؟ مو يا عم أبو يحيى امبارح رنيت عليك مرتين ثلاثة مرتين بتردش. الثالثة ردت علي زوجتك قلت لها أعطينا أبو يحيى قالت لي والله بنشر قاعد. هو بدك الصحيح في هالظروف هذه يعني الواحد لو ساعد مرته يا بني مش مشكلة لأن أنا طول عمري بعرفك إنك أنت بتدعي لموضوع المساواة بين الرجل والمرأة يا ابن الحلال. لا 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 أي والله إجا مين يعرفك يا برقوق. كول أبو يحيى كول. لا بهمش يا بني اسمح لي أنا ضل عندي شوية نشيط قصدي شوية شغل بدي أخلصه. السلام عليكم. موفق. بدك ملاقط بدك شوية فاطرة فاطرة في عندنا ملاقط سلات غسيل كل إشي. النسخة الأصلية عبر صفحة ليزر كليب للإنتاج الفني. لمزيد من الفيديوهات زوروا موقعنا على الفيسبوك ليزر كليب للإنتاج الفني.